أيضا الكابتن عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم يكشف عن تقديم العراق خلال اليومين القادمين ملفا لاستضافة بطولة دوري أبطال آسيا، والعراق سيدخل بمنافسة مع السعودية على استضافة هذه البطولة. كما كشف درجال بتصريح لاستوديو الجماهير على أن العراق يدرس الآن ملفا متكاملا، ومن المؤمل أن يقدم إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة نسخة من بطولة آسيا للشباب. هذا التصريح للكابتن عدنان درجال بعد وصوله من فيتنام. خلينا نشوف والعودة. بالنسبة لي الجهد أنا يمكن أنت أنا من ساعة واحدة موجود بالاتحاد بداوم اليوم، يعني وأنا جيت من الاتحاد إلى هنا، وبعد ما أخلص هالمباراة إن شاء الله راح أرجع إلى البيت أرتاح، لأن كان السفرة طويلة وحتى النوم ما كان قليل بالطيارة، رغم أنه الطيارة كانت خاف على صحتك هسه. الحمد لله، تعرف كل التعب يهون عد ما تكون النتائج إيجابية، وعد ما أنه أشعر أنه كنا نساهم برسم الفرحة على أبناء شعبنا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أسألك المعلومة اللي عندي أنه العراق مقبل على استضافة أحد البطولات الكبرى. والله شوف، إحنا طلبنا من الاتحاد الآسيوي استضافة نهائيات أندية آسيا. هناك منافسة بيننا وبين أخواننا في المملكة العربية السعودية، إحنا طلبنا استضافتها لمدة بطولتين. الآن تقصد النهائيات؟ إيه، نهائيات أندية آسيا للدوري أبطال الدوري، وبالتالي أنه ملف راح نقدمه إن شاء الله خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى. نهائيات كأس آسيا للشباب. نهاية كأس آسيا بعد هذا الحقيقة احنا نحاول انه نستضيف احدى النهايات، سواء نهاية كأس آسيا للشباب، كأس آسيا تحت 23. انت تعرف احنا العراق الان مستعدين على تم الاستعداد لاستضافة اي حدث، سواء ان كان على المستوى العربي او القاري في هذه المرحلة، لان اعتقد انه حتى خبرتنا في مجال تنظيم الاحداث وتنظيم البطولات ازدادت ما بعد الخليج، وانه الأخطاء أو الخلل اللي صار في الخليج في بطولة الخليج بموضوع التدافع في بعض مباريات الخليج نتيجة الزخم الجماهير الكبير صلح في مباراة لله الحمد أنه حاولنا نعالجه ونقلل الأخطاء اللي موجودة، وبالتالي أنه الكل شاهد أنه كانت مباراتنا مع إندونيسيا تسير بشكل مثالي ولله الحمد. بعد ما انتهى عقد شركة جوكو وين رايح الاتحاد العراقي؟ والله شوف، أكو يعني أكو تواصل مع إحدى شركتي أنا عالمية، أتمنى أنه خلال منا إلى نهاية الشهر سيحسم موضوع إتمام إن شاء الله صفقة تجهيزات المنتخب الوطني. اجتماع الاتحاد القادم راح تناقش بموضوع اللجان؟ بالتأكيد، هو إحنا عندنا المشكلة أنه الأحداث اللي تصير ومشاغلنا هي تبعدنا، ولكن